باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا في يوحنا اصحاح 6. افكركم بالجزء الاولاني اللي ابتديناه المرة اللي فاتت. انجيل يوحنا اصحاح 6 هو اكتر اصحاح في الكتاب بيعرض علينا فكرة الافخارستية، التناول وإلحاح السيد المسيح على ضرورتها للحياة الأبدية والخلاص. فبدأ إصحاح 6 بقصة معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وكأنها مقدمة لشرح عمله في سر الإفخارستية. إزاي خبزات قليلة تتحط في إيدين المسيح له المجد، وحين يشكر ويكسر تصير بلا حدود وتشبع جموع بلا عدد، ويفيض عنها أيضا 12 قفة ذكرى حية لهذه المعجزة. والمعجزة دي من أهميتها ذكروها الأربع أناجيل، يعني نادرا ما تلاقوا معجزة مذكورة في متى ومرقس ولوقا أو يوحنا، دي مذكورة في الأربع أناجيل. ويمكن ما قلتلكوش ان المعجزة دي اعتبرت عند اليهود في زمانهم هي الاشارة الواضحة ان المسيح ده هو النبي الآتي. يعني دي بالذات كانت في مقابلة المن بالنسبة لموسى، يعني موسى نزل المن ودي كانت معجزة كبيرة قوي في نظرهم وعلامة ان هو ده النبي اللي هيخلصهم. وحين اشبع المسيح له المجد الجموع بالخمس خبزات نظروا له كمان ينظر إلى موسى بقى، وده هيبتدي الحوار اللي جاي بين اليهود وبين المسيح، وهيبتدي هو يوضح لهم أنه هو أعظم جدا من موسى. فإحنا وقفنا عند عدد 15. أما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده. وإحنا قلنا أن السيد المسيح كان يرفض فكرة الملك الأرضي، فبالرغم أن يعني النفوس تهيأت أن المسيح يبقى ملكها على الأرض، إلا أنه المسيح رفض الفكرة وانسحب، وده كان منهجه أنه ملك سماوي وملكوت روحي مش ملكوت أرض. لكن هم ما كانوش فاهمين كده، وعشان كده مش هيفهموا الجزء اللي بعده. ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر. ده مساء أنهي يوم؟ نفس اليوم اللي عمل فيه المعجزة. يعني المعجزة حصلت قبل الغروب أو عند الغروب. عقبال ما التلاميذ لموا الكسر وجمعوا الاتناشر أفة خدت لها ساعتين تاني يمكن. وبعدين قال لهم انزلوا انتوا للبحر، قولوا على 8 مساء مثلا، وهو قاعد على الجبل يصرف الجموع، وبعدين انصرف إلى الجبل وحده. فنزل التلاميذ نحو المساء إلى البحر، فدخلوا السفينة وكان يذهب بحر كفر نحوم، يعني بيعدوا البحر. البحر هنا بحيرات مش بحار ضخمة يعني، لكنها يعني بحيرات مش صغيرة، فكانوا بيعدوها بس للبلد التاني. وكان الظلام قد أقبل، يبقى واضح أن جه نهاية اليوم. ولم يكن يسوع قد أتى إليهم. قد أتى إليهم إزاي؟ هو طبعا يوحنا بيتكلم لأن كل اللي بيسمعوا غالبا عارفين القصة، فعشان كده بيقول لهم المسيح ما كانش جالهم. بقية الأناجيل لما عرضوا القصة دي قالوها لم يكن المسيح معهم، عشان بعد كده لما يجوا يغرقوا ويصرخوا ويجي لهم ماشي على المية تبان المعجزة. هنا لأن يوحنا بيذكر المعجزة لناس عارفينها فبيقول لهم لسه ما كانش المسيح جالهم، لأنه يعني أغلبهم عارفين أنه هيجي لهم على المية، على أساس المستمعين هنا عرفوا القصة دي قبل كده لأنها مذكورة في متى ومرقس ولوقا. وإحنا قلنا أن فرق الأناجيل دي عن إنجيل يوحنا في الزمن زيادة عن 20 أو 25 30 سنة، فبالتالي القصة بقت معروفة. فعشان كده بيقول لم يكن يسوع قد أتى إليهم، لأنه طبعا مركبش معاهم من الأصل. وهاج البحر من ريح عظيمة تهب، فلما كانوا قد جدفوا نحو 25 أو 30 غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا.
فقال لهم أنا هو، لا تخاف. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت صارت السفينة للأرض التي كانوا ذاهبون إليها. أولا كل الإنجليين ذكروا المعجزة دي في ديل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، يعني كلهم ربطوا القصة وراء بعض، أنه أشبع الجموع بالخمس خبزات، وفي نفس الليلة التلاميذ اتزنقوا وكانوا بيغرق. القصتين دول جايين في الأربع أناجيل وراء بعض. برضو لازم نتساءل ليه السيد المسيح له المجد سمح لتلاميذه بعد المجد اللي شافوه في معجزة الخمس خبزات ان هم يتزنقوا الزنقة دي. فصوروا معايا التلاميذ وهم راكبين المركب من الساعة 9، وعلى الساعة 10 كده يدبقوا في نص البحر، البحر هاك. وطبعا بقية الأناجيل ذكروا بالتفصيل ان هم قعدوا حوالي نحو الهزيع الرابع، الهزيع الرابع قولوا حوالي 4 الصبح، يعني مش اقل من 5-6 ساعات بيصارعوا الموت. البحر هايج والدنيا ضلمة والريح شديدة ومفيش أمل، والمسيح مش معاه. هنا المشكلة الأخطر بالنسبة لهم إن المرة دي المسيح مش معاه. فتأخر قوي سيد المسيح، الليلة دي تأخر قوي. المعجزة اللي فاتت هم اتزنقوا إن قدامهم آلاف من الناس والمسيح بيقول لهم أكلوهم. وبعدين في الآخر الحكاية بقت جميلة ومعجزة حلوة، ووزعوا بأيديهم خير ملوش آخر، فداقوا حلاوة المسيح وسطيهم والمعجزة، والناس بقت بتشكرهم، وكبروا في نظر الناس قوي ان دول تلاميذ المسيح اللي بيأكل كل الجموع. وبعدها بكم ساعة يتزنقوا الزنقة الصعبة دي ويبقوا بيموتوا. وممكن واحد فيهم يشك، طب ليه المسيح المرة دي مركبش معانا المركب على غير عادته؟ عادة كان بيركب مع تلاميذ. المرة دي قال لهم لا اسبقوني انتوا، حتى يقولوا في الأناجيل التانية ألزمهم، يعني السيد المسيح أصر يركبوا السفينة من غيره. وبعد شوية بقوا بيغرقوا. فطبعا الأفكار هتروح وتيجي بقى، يعني هو خلاص نوى يجيب آخرنا الليلة دي، يعني هو ألزمنا نركب المركب عشان نغرق وهو ما يكونش معانا؟ طب ليه سامح بكده؟ طب لو كان عارف ان البحر هيجي الهيج ما عادش معانا ليه؟ طب بنصرخ ما بيستجبش ليه؟ طب الساعة 11 جت وبنغرق وما بيسمعش، 12، 1، 2، طب وبعدين مين هيلحقنا في الساعة دي؟ برضو ما تنسوش ان اغلبهم صيادين، والصيادين بالرغم ان هم مهرة طبعا في السباحة وفي البحر، الا ان هم كمان اكتر ناس دريانين بغدر البحر وقوته بحكم تربيتهم جنب البحار، أكيد يسمعوا كتير عن ناس غرقت، وبالتالي هم فاهمين كويس قوي إن البحر ملوش كبير وإن الجو ده ملوش كبير. فطبعا هنا يتضاعف القلق والخوف جواهم. ونحو الهزيع الرابع أتاهم يسوع ماشيا على الماء، يعني ما جالهمش في مركب، هم طبعا مش عارفين هيجيلهم إزاي لو كان هيجي، لكن جالهم ماشي على البحر، نفس البحر العالي الهايج ده جه المسيح ماشي عليه. ولما جه البحر مهديش، لما المسيح جه قال لهم انا هو، لا تخاف. طب وبعدين البحر لسه عالي ولسه بيغرق، لكن هو بيقول انا هو لا تخاف. الحته دي الحقيقه مهمه قوي في ادراكنا لما يصنع المسيح بنا أحيانا أو معنا. إحنا ساعات لما ندخل في مشكلة نبقى مستعجلين جدا أنها تتحل وتخلص، وعمالين نصرخ يا رب خلص وخلص، يا رب نجينا، إن كنت معانا ارفع التجربة وخلص، وهو ما بيرفعش. ولما نقرب قوي ونكتشف أنه موجود يقول لنا أنا هو، ما تخافوش وبس، ولسه المشكلة قاعدة زي ما هي. بس هو يجي لنا في منظر قد لا ننسى، بمعنى ايه؟ جايلنا ماشي على المية، دي لها مغزى عميق شوي، ان البحر العالي اللي هو سبب هلكنا وسبب رعبنا وسبب خوفنا، المسيح نفسه ماشي فوق منه، يعني هو اقوى منه. مهما عليت ومهما زادت ومهما كانت خطيرة الحالة، هو اعلى من كده. عشان كده بيقول لنا انا هو، ما تخافوش، لو ليكوا ايمان بيا انا المسيح اللي بحبكم،
اللي لسه من كم ساعة زنقته وعلى أيديكم شفته المعجزة الكبيرة. وكأن يمكن اختبار الليلة دي كان صعب يعدي عليهم لولا الخبرة اللي قبلها، لأنه أكيد كل ما كان شكوكهم تزيد كانوا يرجعوا يقولوا طب ده احنا بأيدينا وزعنا ألفات، هنشك فيه ازاي دلوقتي؟ واخدين بالكم الفكرة؟ حطهم ورا بعض ليه؟ دي تجربة قاسية على التلاميذ، بيغرقوا ومش لاقين المسيح. على طول قبلها جايب لهم معجزة كبيرة شاركوا فيها عشان يعرفوا يسندوا نفسهم بذكرى قوية وبإيمان قوي اختبروه في الخمس خبزات، ومع هذا كان الشك يلعب بهم. وعشان كده صرخ في حتة تاني يقول لما شافوه صرخ. وفي موقع آخر يقول بقى إن بطرس قال له ما كنتش عاوز تيجي خليني أنا أجي، وكان أقرب إلى الهلوسة، يعني من كتر الإرهاق النفسي والجسدي طبعا تعبوا جدا جسديا كمان، لأن لو تصورتوا معايا اليوم كان طويل عليهم قوي، دول ناس بيسمعوا وعظة من الصبح من قبلها مثلا ب16 ساعة، والوعظة طولت فابتدى الشمس تميل، فقالوا للمسيح ما تمشيهم، قال لا بلاش نمشيهم، جابوا له 5 ترغفة باركهم ورصوا الناس ورجعوا يوزعوا الأكل، وبعدين رجعوا ثالث مرة يلموا الكسر، وطبعا دول بيمسحوا جبل ضخم في حوالي 20,000 نسمة، مجهود كبير قوي على التلاميذ. وبعد النشاط ده كله قال لهم اركبوا السفينة، وبعدين قعدوا كذا ساعة يجدفوا يعني يسوقوا المركب، كل ده مجهود فظيع. فكانوا مرهقين جدا نفسيا من رعب الموت والبحر، وجسديا من تعب يوم بليلة طويلة جدا. وساعات المسيح ما يجيش غير في اللحظة دي اللي نبقى على آخرنا مستويين خالص جسديا ونفسيا ويمكن روحيا، تلاقوه بقى نشوفه بوضوح، يعني قبل كده ما كانش يتشاف. لأن في سؤال لازم يشغلنا، هو المسيح كان فين في الوقت ده؟ كل الإنجيليين برضو قصدوا يقولوا لنا إنه كان على الجبل يصلي. طب يا رب يعني أنت بتصلي وهم بيغرقوا؟ ده أنت إله الكل، قول كلمة وخلي البحر يهدى وخلاص، محتاجة الحكاية يعني صلوة طويلة؟ طب وعلى الجبل بتعمل إيه إن كان ولادك بيغرقوا؟ ما تسيب الجبل حبكة الصلاة يا رب؟ كأن السيد المسيح يشاركنا الآلام ولكن على الجبل أحيانا. يعني شفنا بنغرق ويفضل هو على الجبل يصلي لغاية وقت هو محدده يجي لنا ماشي على المية، ونبقى استوينا للدرجة اللي احنا نقدر نشوف، نقدر نكتشف ونقدر نفهم يعني ايه المسيح بيقول انا هو لا تخاف. يعني دي مش اي حد يقدر يوصل لها، يمكن محتاج ليلة طويلة قوي من التعب وصراع طويل مع الموت او الألم، لولا ما يشوف المسيح في المجد ده ويسمع صوته أنا هو لا تخاف. فأرادوا أن يقبلوه في السفينة، يعني هو من رعبهم يبدو كان مستني يقبلوه. طب يا رب يعني طب ما تدخل ما البيت بيتك ومفيش حد هيقدر ينقذنا غيرك. لكن رادوا أن يقبلوه في السفينة، يعني لما قالوا له تفضل دخل والحكاية خلصت. أحيانا يكون مشكلتنا في نجاتنا أننا لا نقبل أن يدخل المسيح بيتنا. أقولها تاني، أحيانا تكون المشكلة كلها أننا لا نرضى أن نقبل المسيح في السفينة، وبنصوت وخايفين وقلقانين ومنزعجين، وهو بيقول أنا هو لا تخافوا، مستني حاجة واحدة بس. أقول له طب اتفضل اتفضل، يعني إيه؟ يعني البيت بيتك بقى، يعني تدخل ويبقى ده مكانك، تبقى السفينة ملكك. ناس تبقى بتعاني من مشاكل زوجية ضخمة، سفينة بتغرق، والمشكلة كلها أنهم لا يرضوا أن يقبلوا في السفينة. يبقى هو واقف فوق البحر العالي ويقول لهم كل المشاكل حلها بكلمة بس دخلوني، وهم يبقوا في السفينة بيصوتوا من المشاكل بس مش عاوزين يدخل. طب يا جماعة نصلي، طب يا جماعة نقرأ الإنجيل، طب يا ناس نرجع عن الخطايا، طب بلاش اللخبطة دي، طب نمسك في ربنا عشان الأمور تتصلح. أبدا. طب ما احنا بنصوت وبنغرق، معلش بس ما نقبلوش في السفينة بتاعتنا.
فمن اتضاع المسيح أنه لم يدخل السفينة إلا حين سمحوا له، مع أنه طبعا محتاجين، وكان لازم مش بس يسمحوا له، كان لازم يلحوا في طلبه، وده اللي ظهر في كلام بطرس في موقف في الجزء المقابل في بقية الأناجيل، لما قال له إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك، فقال له تعالى، ولما ابتدى يمشي على المية خاف لأنه اكتشف أنه إيه اللي بيحصل، أنا ماشي فوق البحر اللي كنت خايف منه مرعوب، أكيد أنا بحلم، فلما خاف ابتدى يغرق، فمسكه المسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت، ما أنت كنت ماشي كويس، كويس إزاي يا رب، هو أنا عمري مشيت على مية قبل كده، قال له برضو كنت ماشي كويس، بس ما كانش صح تخاف، ما أنت تبقى شبهي، من اللي يمسك فيا يبقى شبه البحر، إيه اللي خايف منه، مش أنا فوق البحر العالي، أنت كمان تبقى فوق البحر العالي، والمركب كلها تفضل فوق البحر العالي مهما علي. دي بتاعة المسيح نفسه دي، يعني هو يقدر على كده. إحنا في التجارب الشديدة بنتعثر ونشك ونضعف كبشر. يعزينا ويشجعنا ذكريات قريبة وبعيدة عن عمل المسيح معنا. يمكن ده اللي سند التلاميذ في الليلة دي، ان ما فاتش كم ساعة وكان لسه على ايديهم معجزة عجيبة قوي. ده الاكتر من كده، ان المركب اللي بتغرق دي كان فيها ايه؟ حد فاكر؟ كان فيها ال 12 قف. طب يا رب كل ما يشوفوا البحر عالي وهيغرقوا يبصوا في المركب يلاقوا 12 قف، يقولوا حكمتك يا رب، القفف دي اساسا عملك، والخبزات دي المكسرة دي دليل حي على حضورك وعلى قدرتك وعلى جبروتك، أمال بنغرق ليه؟ ويبصوا للبحر يترعب، يبصوا للخبزات يتعزوا. احنا بنبص على البحر ولا على الخبزات؟ هي دي المشكلة بقى، ساعات ما بنبصش غير على البحر، فنتخنق من القلق والرعب والخوف والحزن والوحدة، لأن كل نظرنا بره السفينة، خايفين مرعوبين من اللي بيحصل. لكن مجرد نظرة صغيرة جوه السفينة نكتشف أن هناك ذكريات حية من حضور الله وعمله في حياتنا تسندنا، تقول لنا هو موجود ومعانا، بس العيب في نظرنا. أنا هو لا تخافوا، هي المشكلة أن احنا لا سامعينه ولا شايفينه، لكن هو موجود، وهو موجود يصلي عنا. عشان كده تلاحظوا ان الانجيلين اهتموا ان هم يقولوا ان المسيح ما نامش الليلة دي، المسيح له المجد، مش سيبهم يغرقوا هو نايم، لا يمكن، لاننا لابد ان نعي جيدا الآية اللي بتقول في كل ضيقهم تضايق. برضه دي آية عجيبة قوي، يا رب انت تقدر ترفع اي ضيق، تضايق نفسك ليه؟ لا تسيبهم يتضايقوا ولا تضايق نفسك، لكن في كل ضيقهم تضايق. طب ما بلاش الضيق، لا لازم، وانا هتضايق معاهم، بس الضيقة ضرورية، وبعدين هيجي الوقت ملاك حضرته ينجيهم، في وقت كده هرفع الضيقة، لكن وهم متضايقين انا متضايق معاهم وحاسس بيهم وبشفع فيهم ومحافظ عليهم، لكن مش هرفع الضيقة لسه. مهم ان احنا نفهم سياسة ربنا معانا، نفسه طويل قوي لغاية ما يضعف ايماننا ونشك، وبعدين يقول لنا ها شفتوا ايمانكم، اللي انتوا فاكرين نفسكم عندكم ايمان كبير. اظن ايضا ان التلاميذ بعد خبرة الخمس خبزات حسوا بنفسهم شوي، سامحوني في هذا التطاول على ابائنا القديسين الرسل. طبيعي لما واحد يوزع على الافات وتبقى الناس كلها بتشكر بطرس ويعقوب ويوحنا وفيلبس وحاسين بالمعجزة والناس كده بتبص لهم بانبهار وإعجاب، يصيبهم إحساس بالعظمة، هم دول تلاميذ المسيح، هم دول بقى اللي هيغيروا الدنيا، هم دول بقى الأسباط الجدد اللي هيعملوا إسرائيل الجديدة، كنيسة العهد الجديد. قام السيد المسيح سابهم في زنقة عشان يصغروا ويعرفوا ان هم على قدهم قوي، وان هم تعبانين قوي، وشوية موج مش قادرين عليه، ولا في حد بيقول بركاتك، ولا حد بيقول
صللنا وده هم بيغرقوا. احيانا السيد المسيح يحفظ اتضاعنا بالتجارب، يعني يسمح لنا كده بألم على الماشي اول ما نكبر، اول ما نحس ان احنا ايه بقى عندنا ايمان وبقينا لينا اختبارات وبقينا حاسين بنعمة ربنا، نقوم نلاقي ألم على طول وراه نصوت منه ونقعد كده شوية لغاية ما يقول أنا هو لا تخاف. يعني إيه؟ أنا بس المسيح له المجد، مستحق كل كرامة ومجد. أنتوا الأوعى، أوعى حد فيكم يسرق الكرامة، أوعى حد فيكم يفتخر بنفسه، أوعى حد يفتكر حتى إن إيمانه بقى قوي. عشان كده يقول له بطرس اللي وزع الخمس خبزات بإيده، يقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ وفي موضع آخر يدخل السفينة يقول لهم يا قليل الإيمان، كلهم دول قليل الإيمان يا رب، اللي وزعوا الخمس خبزات على ألفات، اللي شافوا بعينيهم كل البركات دي، أيوة دول قليل الإيمان. ليه؟ خاف. فنحن نعلم أن المسيح له المجد يخاف علينا من الكبرياء، من الذات، من الغرور، من حتى إحساسنا أن إيماننا قوي. لا إحساس يخوف. ينبغي دائما أن نرى في أنفسنا أننا قليل الإيمان، وخلينا دائما مساكين بالروح. يعني إيه؟ نقف قدام ربنا نقول له إحنا مساكين قدامك، إحنا فقراء في الروح، فقراء احنا في الايمان، فقراء. احنا مش محصلين حبة خردل، لو حبة خردل كنا نقلنا جبال، كنا غيرنا شكل الدنيا، كنا جبنا الافات وملايين ليك. احنا فقراء، احنا ايماننا لا يكاد يذكر، لانه ان كان حبة خردل تنقل جبال، امال احنا ما عندناش حاجة ليه؟ فقال لهم انا هو لا تخافوا. احنا طبعا قلنا ان انا هو دي بتاعت المسيح، كانت الكلمة المعتادة في إنجيل يوحنا اللي تبرز لاهوته، أنا هو الله، عشان كده لا تخاف. ولا تخافوا هي نفس التعبير المشهور المتكرر عشرات المرات في الأنبياء في العهد القديم. كلمة لا تخافوا دي كتيرة في العهد القديم، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني فديتك، لا تخف أنا فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، لا تخف دي كتيرة قوي. فالسيد المسيح ماشي على المية بيقول لهم بإعلان واضح، أنا هو بتاع زمان، بتاع العهد القديم، اللي قال لشعب إسرائيل عشرات المرات ما تخافوش، أنا تاني، أنا هو بتاع زمان، لا تخاف. واخدين بالكم؟ إذن أنا هو بالنسبة للتلاميذ يعني إيه؟ يعني أنا هو الله، إله أبائكم، إله الأنبياء، إله المعجزات، إله كل اللي سمعتوا عنه قبل كده، أنا هو فلا تخاف. بحر إيه؟ ما البحر ده اتشقى قبل كده قدام عينيكم أو عينين أجدادكم، فلا تخاف. فأرادوا أن يقبلوا في السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليه. في المواضع الأخرى في الأناجيل الأخرى يقول على طول صار هدوء عظيم، يعني مجرد ما دخل السفينة لم يحتاج الأمر حتى أن يقول للبحر اسكت. في موضع في مشكل في معجزة تانية البحر هاك فقال اسكت، أو بتعبير تاني اخرس، يعني كلمة حاسمة عشان يوري سلطانه على البحر. لكن هنا ما احتاجش الأمر حتى أن يقول للبحر اسكت، مجرد ما دخل السفينة المشكلة خلصت من غير ما يلتفت ليها المسيح حتى. يعني المشاكل مهما تعظمت قدام عينينا لا تحتاج حتى أن المسيح يقول كلمة، قبل ما يقول كلمة تكون خلصت. لكن المهم نقبله في السفينة. نطلع من كده بفكرتين، ان اذا البحر هاج والدنيا ضلمت والريح شديدة، قد يكون المسيح عاوز يورينا منظر ما شفناهوش قبل كده، دي واحد. اتنين، يمكن المسيح عاوزنا نكبر في الايمان ونتعلم نمشي فوق الموج العالي. يعني ايه؟ يعني نفضل ثابتين ومتماسكين حتى وسط التجربة، ما نتهزش. ثلاثة، ممكن يكون ربنا عاوزنا نتضع وننكسر ونعترف أننا قليل الإيمان. أربعة، يمكن كل المشكلة أن احنا مش عاوزين نقبله، فيبقى كل الأزمة دي عشان نقبله جوه السفينة أكتر من كده،
عشان يبقى له موضع واضح. أقولها برضو والأباء الرسل يسامحوني، يمكن في غياب السيد المسيح خدوا راحتهم في الكلام شوي، فرحانين بقى بالمعجزة اللي حصلت ومش واخدين بالهم ان المسيح موجود بس مش شايفينه. هما لغاية دلوقتي متعودين المسيح وسطيهم، قوة ليهم، عظمة، يمشوا جنبه كده مفتخرين. ليه؟ يقدر يعمل اي حاجة بعد اللي شافوه، خلاص مفيش حاجة تقف قصادهم. فحب يوصل لهم درس هم مش واخدين بالهم منه، ان حتى لو مش شايفينه بعينيهم هو موجود وسطيهم. يعني في الخمس خبزات في ازمة بس المسيح موجود وسطيهم حلها. المرة دي ازمة هو مش موجود، لا موجود بس مش واخدين بالهم. عشان كده جالهم ماشي على المية عاوز يقول لهم انا موجود، انتوا بس انتوا مش واخدين بالكم. فيقوموا يتعودوا على حضوره غير المنظور. التلاميذ بيكبروا في التلمذة. فالدرس الاولاني المسيح معانا كل حاجة تمشي، كل حاجة تتحل، مفيش حاجة تقف. الدرس الثاني المسيح معانا حتى لو مش شايفينه بعنينا برضو معانا، وهو هو، ولذلك لا نخاف. واضحة الفكرة؟ كان لازم يعدوا على الدرس الاولاني قبل الدرس الثاني. بعد ما متعهم بحضوره عاوز يقول لهم هتجيلكم ايام يا ابائنا الرسل المسيح هيصعد للسماء، هتخافوا ولا ايه؟ هتقعدوا تعيطوا تقولوا فين المسيح يحل لنا المشاكل؟ ما هو موجود بس انتم مش شايفينه. تتعودوا بقى، تتعودوا على حضوره حتى دون ان تروا. ادي بقى الدرجه الاقوى في الايمان. وصارت السفينة للأرض التي كانوا ذاهبين إليها. هنا بقى وصلوا ومعهم المسيح ماشي. وطبعا دي معناها المسيح لما يدخل أي سفينة يوصلها لفين؟ للأرض التي ذاهبين إليها. إحنا كلنا نفسنا نروح أنهي أرض؟ الأرض التي لها الأساسات، السماء. مش هنوصل إلا لما المسيح بقى في السفينة. فاهمين الفكرة دي؟ السفينة دي كنيسة أو حياتنا. السفينة دي لو ما كانش المسيح واضح فيها وهو اللي بيسوقها مش هتوصل، مش هتوصل للأرض اللي احنا عاوزين نروحها. لكن هو جواها خلاص توصل، وتوصل بأسرع وأبسط مما كنا نتخيل. يعني يمكن كانوا هما مستنين يشوفوا نور بس من بعيد يحسسهم ان في أمل. لا شافوا نور ولا بتاع، مجرد ما المسيح دخل وصلوا على طول. يعني ما هي إلا دقايق ولقوا الحكاية خلصت. ساعات احنا نحس ان السماء دي بعيدة ومفيش فايدة فينا ومش معقول هنوصل، واللي زينا ده ملوش يعني في الملكوت وملوش في الحاجات اللي بيقولوا عليها. لا ما تقلقش، هو مجرد المسيح يبقى جوه السفينة بس هتروح الارض اللي انت ناوي تروحها دي باسرع واسهل مما كنت تتصور، لان المسيح هو اللي سايق ولانه في السفينة. وفي الغد طلع عليهم صبح. طبعا هم كانوش متصورين ان الغد دي هتيجي، فلا تهتموا بالغد تكفي اليوم شر. في الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه، وان يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم، غير انه جاءت سفن من طبرية الى قرب الموضع الذي اكلوا فيه الخبز الشكر الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع، ولما وجدوه فعبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت ها هنا؟ الموقف إيه؟ ما كانش فيه غير مركب واحدة هي اللي ركبوها التلاميذ وعدوا ناحية كفر نحوم. يعني المسيح مركبش معاهم وما كانش فيه سفن تاني، فمتوقع تاني يوم يلاقوا المسيح فين؟ في المكان اللي سابوه ليلته في نفس الجبل، ما لقاهوش. فابتدى مخهم يروحوا، الناس بقى بتدور على المسيح، كانوا الافات روحوا ورجعوا تاني يوم بالنهار عاوزين يتلموا عليه تاني، وكانوا قدام عينيهم شافوا التلاميذ ركبوا المركب وعدوا والمسيح على الجبل، فقالوا يبقى تاني يوم الصبح هنلاقيه فين؟ في نفس الحته اللي سبناه فيها، مش لاقيه. فابتدوا بقى كل واحد يقول الله هم راح فين؟ فجت سفن تانية من ناحية طبرية ركبوها عشان يعدوا ناحية كفر نحوم يدوروا عليه، يقولوا طب وصل ازاي؟
يعني الناس انشغلت انها تدور على المسيح، لكن احيانا هما ما فهموش اللي حصل. خلي بالكم الشعب ده مدريش بالساعات اللي حصلت بالليل. في احيانا معجزات تحصل في حياة الناس او ضيقات ربنا يتدخل فيها بشكل واضح جدا، الناس اللي حوالينا ما يحسوش، احنا نحسها وتبقى ليلة عدت ما عداش زيها. لكن بالنسبة للناس تاني يوم هو فين المسيح؟ بندور عليه. طب هو مش كان هنا؟ لا. طب في تفسير انه ما كانش هنا، انه يعني كان هنا ومش لاقينه، ما عرفوش يوصلوا لحكاية انه عدى على المية دي ومحدش حكى له. فاهمين انا عاوز اوصل لايه؟ ان السيد المسيح بالرغم انه راح لهم على المية وصل للتلاميذ، لم يفتخر بهذه القصة ولم ينشرها وسط الناس، وانما بقيت خبرة خاصة للاباء من الرسل ان شافوا المسيح جاي على المية وانقذهم من موت محقق. دي حاجة خاصة بيهم بقى، ده درس خصوصي للتلاميذ. فبالنسبة للناس مش فاهمين اللي حصل، مش لاقيين المسيح، فركبوا السفن عبر البحر. قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ انت جيت هنا ازاي؟ هي متى مقصود بيها؟ جيت امتى وجيت ازاي؟ لان ما حدش فاهم وصل هنا ازاي، ما كانش معاه مركب عشان يعدي. لكن هو ما جاوبش على السؤال لانه مش عاوز يحكي، وانما هيجاوب على سؤال تاني. هيقول لهم عارفين انتوا بتدوروا عليا بهذا الشغف والحماس ليه؟ اصلوا انتوا كلتوا وشبعتوا، فعاوزين من ده على طول، عاوزين كل يوم تقعدوا معايا تاكلوا. انتوا فاهميني غلط، لا دي كانت مره ومش هتبقى على طول، لكن انا هقول لكم حاجه اهم. ويدخل بقى على التناول. بس نراجع الكلمتين اللي فاتوا لان في حاجات حلوه. يقول غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذي أكلوا فيه الخبز الشكر الرب. خلي بالكم أصبحت أكلة الخبز مرتبطة بكلمة تانية اسمها إيه؟ شكر الرب. الآباء التلاميذ من الأول حفظوا الحتة دي. هنا الناس كلت الخبز بعد ما الرب شكر، لأن هو ده بقى السيناريو اللي هيمتد عبر الأجيال، إن المسيح يشكر ويبارك ويقدس ويقسم ويعطي، وإحنا ناكل من خير، ويطلع الخير ده بقى مش طعام بائد ناكله ونموت، لا ده طعام الحياة الأبدية. فبقى عند يوحنا التعبير الدارج الموضع الذي أكلوا فيه الخبز إذ شكر الرب. طب ما قلتش ليه بموضع الأفف وموضع الخمس خبزات وموضع، لا لا، كل المهم في الموضوع ده ايه؟ شكر الرب. فاهمين؟ ده السر هنا، ان الحتة اللي شكر فيها المسيح وعملت المعجزة بقالها انطباع عند الاباء الرسل، ان هي دي الحركة السرية اللي بيعملها السيد المسيح بلاهوته بقدرة الهية بشكل عجيب، حتى ينقل طبيعة هذا الخبز المحدود ويعمل به شغل مش طبيعي مش عادي. فده تعبير مهم، الموضع اللي أكلوا فيه الخبز إذ شكر الرب. ولما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع. يعني بيدوروا عليه في كل حتة لغاية ما وصلوا له في كفر نحوم وقالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ طبعا التلاميذ هم الوحيدين اللي عارفين متى. ليه؟ عند الهزيع الرابع ركب معاهم السفينة والقصة خلصت. لكن امتى المسيح جه؟ ده سؤال احيانا ما بيجاوبش عليه. يعني ايه؟ يعني ساعات ما ناخدش بالنا ان المسيح وسطينا ونكتشف حضوره بعد وقت. برضو اذكر دايما قصة يعقوب ابو الاباء ابن اسحاق ابن ابراهيم، لما كان هربان من اخوه ونام في ليلة وحط رأسه على الحجر وحلم حلم جميل ان في سلم نازل من السماء على الارض وابن الانسان نازل عليه والملائكه نازله طالعه. فلما صحي قال ما هذا الا باب بيت الله وهذا باب السماء، ان الرب في هذا المكان وانا لم اكن اعلم. يعني ربنا كان معايا طول الليل وانا ما خدتش بالي. ساعات يحصل كده ان احنا نكتشف حضور الله بعد امور، يمكن في مشكله تتحل وانت مش واخد بالك ان ربنا كان معاك لحظه بلحظه وخلصك من مشاكل كبيره قوي ونجاك وانقذك، وبعد شويه تقعد تتامل تقول ياه ده كان ربنا موجود من اول دقيقه وانا ما خدتش بالي. عشان كده متى صرت ها هنا تنبهنا ان المسيح موجود دائما ومعنا دائما
ولكننا لا نكتشف حضوره إلا نادرا. المشكلة فينا مش فيه، هو موجود ويعمل ولكن احنا بناخدش بالنا. فبيقولوا له انت جيت هنا امتى؟ ما هو هنا على طول، ما هو موجود على طول وبيعمل عمل عجيب بس احنا ناخدش بالنا. أجابهم يسوع وقال، ما جاوبهمش على فكرة امتى لأن دي مش هتفيدهم كتير، هو جاوبهم على نقطة أهم، الحق الحق. دخلنا في كلام بقى مهم، إعلانات الله. أقول لكم أنتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. ليه يا رب الكسوف ده بس والفضايح دي على طول كده في وشهم؟ طب ما تفرح بأن الناس ملمومة عليك وهتمشي وراك. لا، هو مش الحاجات دي اللي تعجبه. مرة كانوا ماشيين وراء ألفات، التفت إلى الجموع وقال لهم إن كان أحد من لا يبغض أباه وأمه وأخوه وأخواته وأولاده حتى نفسه ولا يقدر أن يكون لي تلميذ. يا رب أنت بتطفش الناس ليه؟ ما كويس إن هم تلموا حواليك. السيد المسيح يحب أن اللي يمشي وراه يبقى حاسبها صح، فاهم المسيح صح وعارف السكة صح وعارف الصليب صح وفاهم الموضوع صح. اوعى نمشي ورا المسيح ونبقى فاكرين هنكسب مكاسب أرضية. اللي هيمشي ورا المسيح عشان ياخد مكاسب أرضية المسيح هيفرمله ويقول له مش نافع، ما ينفعنا، مش هتنفع، مش هتنفع تمشي ورايا وانت عينك على شوية فلوس الدنيا ومراكز الدنيا وأبهة الدنيا، بلاش هتخسر، مش هتكمل المشوار. احسبها صح، انا اللي يمشي ورايا لازم يكون خسران الدنيا عشان يكسب سم. فهنا بيقول للجموع كده بصراحة شديدة، قال لهم بصوا بقى انتوا ماشيين ورايا مش عشان عجبتكم المعجزة، عشان كلتوا وشبعتوا. ولكن بحنان المعتاد قال لهم وماله، بركة اللي كلتوا وشبعتوا، بس انا عاوز اقول لكم حاجة اهم. ايه رأيكم لما تفكروا في اكلة تديكوا حياة أبدية بدل ما تقعدوا تاكلوا وتموتوا في الآخر؟ هنا تحول من الأكل المادي اللي كل الناس بتدور عليه إلى معنى أهم وأعمق. ابتدى ينبه كل الجموع إن هو عاوز يدي حاجة تاني غير خالص الخمس خبزات، غير إن الناس تبقى جعانة وتاكل، ما ياما جوعنا وكلنا وفي الآخر هنموت. في موضوع أخطر، في أكلة تانية تدي أبدية ما تديش موت خالص. ده المفيد بقى اللي المسيح جاي يديهولنا. هو المسيح هيجي يدينا أكلة ناكلها ونجوع وناكلها ونجوع وناكلها ونجوع وبعدين ناكلها ونموت. طب إيه اللي عمله السيد المسيح زيادة؟ طب ما موسى عمل كده وغيره عمل كده. لا، السيد المسيح جاي يعمل حاجة أكبر. فهنا بقى هيدخل في المقارنة فيقول لهم اعملوا لا للطعام البائد، البائد يعني الذي يبيد، يعني اللي كده كده هيبقى شوية تراب. عشان كده في موضع آخر السيد المسيح يقول ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج منه، لأن الأكل الذي يدخل الفم يمضي إلى الجوف ومن الجوف إلى الخارج. يعني كده مش هو ده اللي بينجس الإنسان، كده كده مصير الأكل إنه بيبقى تراب يبيد كطبيعة مادية عادية. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. الآية دي عاوزين نقف فيها شوي. أعمالوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. كل الناس بتتحجج بأكل العيش أيا كان العيش ده مستواه إيه يعني، لكن كل الناس ملهية في الدنيا تحت شعار مزيف ان احنا لازم نشتغل عشان ناكل واولادنا ياكلوا ونجيب لهم قرش ونحوش لهم ونعمل لهم ونسوي لهم، وهي في الاخر اكل وشرب. والسيد المسيح نبهنا في الموعظة على الجبل وقال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، هذه كلها تطلبها الامم، اما انتم ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه. يعني ما يصحش ان اولاد ربنا ينشغلوا باكل العيش. هم اللي ينشغلوا بايه يا رب؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، اولاد ربنا عينيهم على السماء على المفيد على الابديه على الملكوت،
لكن ايه اكل وشرب؟ طب فرقنا ايه عن الناس اللي ما عندهمش مسيح؟ نفس المعنى هنا بيقوله اعمالوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية. في طعام بائد مهما كلنا خيرات الدنيا انتوا عارفين انها حاجات تباد. مرة احد البطاركة حاربته شهوة البطن محاربة شديدة في موسم صوم، فقال لتلميذه روح هات لي فرخة مشوية. تلميذه اتخض، يا سيدنا ده احنا في موسم صوم. قال له ابني روح هاتها بس. قال له طيب، وكان في القلاية بتاعته وحطها في القلاية بتاعته، وفضل يصارع مع الأفكار ويسجد لربنا ويقول له رب ارفع عني الشهوات دي. واستمرت الصراع 3 أيام. بعد 3 أيام بسط، قال لها يلا كلي بقى يا نفسي، ايه رأيك؟ مش ده الطعام اللي كان نفسك فيه؟ مش ده اللي انت كنت بتشتهيه؟ انت طايقة ريحته دلوقتي. وابتدى يدوس على نفسه انه طعام بائد، كده كده لو تسب هيبوظ وتطلع منه ريحة وحشة مبقاش حد طايقه. الدنيا كده بشهواتها، هي كده بالظبط، شكلها براق لكن هي في الحقيقة ما تستاهلش أبدا هذا التكالب والجري والهري والصراعات اللي بتحصل فيه، ملهاش في الحقيقة قيمة. فهنا بيقول اعماله لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. في طعام يقعد، يقعد يعني يقعد في تأثيره، يقعد في مفعوله. احنا اي أكلة ناكلها بعد 12 ساعة راح مفعولها، لكن انت ممكن تتناول تدخل الأبدية إلى آخر الدهور لأنك أكلت جسد حي ودم حقيقي لربنا يسوع المسيح، ودي عطية سماوية مش ممكن حد على الأرض يدهالك. دي أكلة ما يقدرش حد، لا نبي ولا ملاك في الأرض يقدر يديلك حاجة زي كده. عشان كده يقول إيه اعمله للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. ويعطيكم هنا في الترجمة الأصل اليوناني هي يعطيكم جاي عطية الله، يعني ابن الإنسان اللي هو المسيح له المجد، يعطيكم عطية إلهية هي طعام يبقى للأبد، هو طعام حي يعطيكم حياة أبدية. فاكرين في قصة السامرية المسيح قال للسامرية إيه؟ قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك لطلبت أنت منه ماء فأعطاك ماء حي. يعني أنت جاية تقولي لي أنا بقولك ادينا اشرب. فاكرين السامرية ابتدت إزاي؟ قالت له أنت يعني إزاي تطلب مني وأنت راجل يهودي وأنا امرأة سامرية؟ قال لها أه لو تعرفي ده أنا عندي مية من نوع تاني. واخدين بالكم دايما السيد المسيح يرفع تفكيرنا من الأرضيات للسماويات. برضه نيقوديموس كده يقول له إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف لو قلت لكم السماويات؟ هو أنا كل لما أقول لك حاجة تفهمها بشكل مادي أنا بتكلم عن حاجات تانية. أقول للسامرية ماء تفتكر مية البير، أقول لها يا بنتي ماء حي ينبع إلى حياة أبدية، حاجة تانية غير المية دي. أقول لليهود طعام باقي يقولوا المن والأكل اللي على الأرض، يا جماعة مش هو ده، ده طعام باقي للحياة الأبدية. السيد المسيح يبان في إنجيل يوحنا دايما إنه بيتكلم في مستوى والناس مش جايباه. ليه؟ الناس مخها جزداني أرضي تقيلة بالشهوات، والسيد المسيح عمال يشدنا لفوق يقول السجود للآب بالروح والحق. الآب طالب الساجدين دول، الساجدين الحقيقيين، يعني حتى السجود في منه حقيقي في منه مش حقيقي. أي واحد يوطي رأسه ربنا يقول سجود، لكن ربنا فحص القلوب يجد هناك من يسجد له بالروح، بروحانية، بتقوى حقيقية، باستنارة. وفي ناس بتسجد بأجسادها وخلاص وتعمل حياتها زي ما هي عاوزة وخلاص. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن البشر أو ابن الإنسان. طب يا رب ده طعام الأبدية، ليه بتسمي نفسك هنا ابن الإنسان؟ ما تسمي نفسك ابن الله بقى، ما انت ورثنا كل حاجة. تاخدوا بالكم اللي يقرأ لغاية دلوقتي من الأول للآخر يلاحظ
مرة السيد المسيح يذكر نفسه كابن الإنسان ومرة يذكر نفسه كابن الله من أول إصحاح. مثلا يوحنا يشهد ويقول حقا أن هذا هو ابن الله من أول إصحاح، وبعد كده يذكر عنه تعبير ابن البشر وابن الإنسان، ونرجع تاني يذكر عنه ابن الله، ابن الإنسان وابن الله هو واحد، المسيح له المجد. لكن هنا بيذكر نفسه كابن للإنسان ليه؟ إنه عشان يدينا أكل على الأرض ناكلها ندخل بيها السماء بتاعته، كان لازم يجيلنا على الأرض، واخدين بالكم؟ ويدهقنا بإيده فلازم يبقى له إيد زينا، فلا بد أن يصير واحد منا مشاركا لنا في طبيعتنا، ابن للإنسان لكي يعطينا أكلا، ولكن هذا الأكل يحمل أبديته ويحمل خلاص ويحمل سر السماء. عشان كده بيسمي نفسه هنا ابن الإنسان، يعني ابن الإنسان اللي هو المسيح له المجد، اللي هيظهر واضح قوي قبلها وبعدها انه ابن الله نفسه، هو اللي بيدينا سر الحياة الأبدية عن طريق أكل. أنا خلصت فهشرح اللي جاي وبعدين ناخده المرة الجاية بنعمة ربنا. هيبتدي يغريهم بحكاية الطعام الأبدية ده، فيقولوا له يلا لا ادهن زي ما عمل مع السامرية بالضبط. فاكرين في السامرية قال لها لو تعرف عطية ربنا ده عنده مية اللي يشرب منها ما يعطش أبدا، وتطلع منه ينابيع ماء حي تنبع لحياة أبدية. قالت له الحقني بالمية دي، قال لها طب يلا نبتدي صح، لا روح هاتي جوزك وخلينا نمشي خطوة خطوة. ماشي هيعمل كده مع اليهود لغاية ما هيوصلوا في لحظة من كتر الإثارة اللي هو بيعملها لهم عن الطعام اللي هيديه ده، يقولوا له يلا الحقنا بالطعام ده هاتهولنا. يقول لهم أنا هو الخبز. يقولوا له يا نهارك أبيض، يتراجعوا الورا كلهم. أول ما يقول لهم الطعام يفضل يشوقهم عن الطعام الباقي للحياة الأبدية، وركزوا عليه وهو ده اللي هيديكم أبدية، وهو ده اللي يستاهل انشغالكم وسيبكم من أكل الدنيا ده. يقولوا له يلا دينا بقى الطعام ده. يقول لهم أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا إلى الأبد. لا حيلك بقى، هنا الإيمان يتعصر. يقولوا لا 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 انت باين عليك بتلخبط، طب ما انت كنت ماشيين حلو ومشتاقين، لكن عند الايمان قلبهم يتأسف. السامرية كانت اشطر، قال لها انا الماء الحي وهديكي ماء حي، صدقت وامنت وتابت وبقت حاجة زي الفل، والبلد كلها اتقلبت. ليه؟ لانها قبلت بايمان بسيط اللي بيقوله السيد المسيح. النهاردة لغاية النهاردة في ناس كتير قوي ما تقبلش الاصحاح ده، المسيح يقول هديكوا جسدي تاكلوه. يقول له لا لا لا، احنا لغايه كونك تدينا ابديه وتبقى انت اله وبتاع ماشي، لكن حكايه ان احنا ناكلك دي بقى لا وسعك بقى. طب ما انتوا كنتوا ماشيين كويس، وبقول لكم الاكل ده اللي هيديكوا الابديه، مالكوا عند الحته دي وقفتوا ليه؟ ويبتدي يساوم مع اليهود عشان يقنعهم ان الاكل ده ضروري يدخلوا بالسماء، والاكل ده هو جسده اللي هيسموا عن حياه العالم، ويقول لهم اللي مش هياكله مش هيدخل، واللي هياكله هو اللي اسمه هيتكتب في السماء، ويرجع الغالبية للوراء. في آخر الإصحاح نكتشف أن هذا الإيمان عسير على كثيرين. عشان كده في الطقس القبطي في حاجة جميلة قوي. في آخر القداس خالص أبونا بعد ما يصرف الصينية يبص للسماء كده يقول له فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار الذين لبيعتك، لأنك أنت رحيم وبار. فاهمين المعنى؟ يعني العالم كله مش فاهم اللي احنا بنعمله، ومش متخيل ومش مصدق. احنا دخلنا بإيمان الأطفال وصدقنا المسيح، قال هو ده اللي هيدخلكم السماء، وقلنا له تمام. هتدهولنا ازاي؟ يقول هدهولكم بالطريقة دي. خلاص هتاكلوه ده جسد حقيقي. امين يا رب. خلاص فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الاسرار المقدسة، لان ما اخفيت عن الحكماء والفهماء هذا اعلنته لنا نحن الاطفال الصغار الذين لبيعتك. كلنا بقى بقينا في مسادة الاطفال، لاننا قبلنا هذا الايمان المسلم بسذاجة الاطفال، قبلنا الإيمان. هنا اليهود ما عرفوش يقبلوه، تعثروا ورفضوه ورجعوا. فالتفت في آخر الإصحاح وقال لهم لتلاميذه أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟
يعني مش هغير كلامي، ما فيش سكة تاني للسماء غير كده، اللي مش عاجبه يمشي. حتى التلاميذ يا رب تقول كده اه معلش، لان هو ده الطريق الوحيد. نكتفي بالقدر ده ونكمل المرة الجاية. احنا عند آية 27 افتكر، ناخد آية، لا دي لسه ما جاتش، انا هو خبز الحياة لسه ما جاتش، خلينا المرة الجاية. اه اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية، ناخدها لغاية الابدية بس، نقولها مع بعض. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية، كمان مرة. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية، اخر مرة. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية.